أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن دعم جلالة الملك المعظم وخطاباته السامية دائما ما تؤكد على الاهتمام بالشباب ومواصلة تقديم الرعاية لهم باعتبارهم ثروة البحرين. وأشارت وزيرة شؤون الشباب في تصريح خاص لمركز الأخبار إلى أن الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أولت اهتماما كبيرا بالشباب وجعلتهم ضمن أولويات برنامج الحكومة. الملك المعظم رؤيته واهتمامه بالشباب شيء ما يخفى على أحد، من البرنامج الإصلاحي إلى اهتمامه ورهانه على الشباب، ودائما يقول أن الاستثمار في الشباب مضمون. هذه دافع رئيسي للشباب أن هم يتخطون أي حد أو أي عقبة توقف بطريقهم. البرامج الحكومية بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه، يعني هو يهتم اهتمام كبير بملف الشباب وبحاجاتهم وبمستقبلهم، فنشوف في برنامج الحكومة ملف الشباب من أولويات البرنامج نفسه، وهذا شيء يضفي أهمية كبرى للملف الشبابي في البحرين. سمو الشيخ ناصر الله يحفظه هو شيخ الشباب، وشباب البحرين دائما يطلعون لإنجازاته ولطموحه ولإصراره، فدائما سمو الشيخ ناصر يقول ويأمن بمبدئين اللي هما مبدأ الإيمان والأمل، فإن احنا نؤمن ونتأمل أن مستقبل البحرين أفضل من الحاضر بأيدي شبابنا وبإنجازاتهم وبكفاءاتهم.